شيخ عفى الله عنك، ما رأيك في بعض قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة إن فلان يطلب نسب الله ونسبه؟ رأيي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك، نقول إن هذه كلمة منكرة، لأن الله عز وجل لا نسب له، الله واحد أحد فرد صمد. وأيضا حتى قول نسبك هذه لغة عرفية، لأن النسب في اللغة العربية هم القرابة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب هم القرابة والصهر أقارب الزوجة.